هاي حلوين، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد العالم كله. الفيديو بتاع النهارده يا حلوين زي ما قريتوا في العنوان هنعمل تحدي. السياره اللي قدامنا تحدد فطارنا حرفيا. احنا لسه مش واكلين، احنا صايمين مش عارفين هنفطر ايه. النهارده التحدي بتاعنا هنعمله مع يوتيوبر جميله جدا جدا، متحمسه جدا ان انا اعرفكم عليها. هي شاهي حمدي، عندها شانل هنا على اليوتيوب يا بنات، ما تنسوش ان انتوا تروحوا تبصوا عليها. هي مضيفه طيران وبتتكلم في الفيديوز بتاعتها عن السفريات بتاعتها وعن الاكسبيرينس بتاعتها كمضيفه طيران وحاجات تانية كتير، زي تكونوا مضيفين طيران وحاجات زي كده. فلو دي حاجة تحمسكم ما تنسوش تبصوا على الانستجرام بتاعها وعلى اليوتيوب شانل، هسيبهم لكم تحت صندوق الوصف. انا مستنياها تيجي دلوقتي علشان نروح مع بعض نطلب الفطار بتاعنا. فاضل لسه وقت على الفطار، فغالبا هنطلب الاكل، هنقعد نستنى لحد ما المغرب يأذن علشان ناكل. هلو عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ عاملين ايه يا جماعه؟ انا متحمسه جدا على الفيديو ده. اول تعرف بينا، اول مره قابل بسمه، فانا مبسوطه جدا. وانا اكتر دايما بحس ان بسمه كده عامله زي ايه، بنت خالتي. والله يعني دايما بقعد اتفرج عليكي بحس ان انا ام واتشينج ا ممبر، يعني ممبر اوف ماي فاميلي ولا كده. ده ذاتس فيري سويت. شوقه ان انا اقابل روان اختي ان شاء الله. ان شاء الله ريدي، اذا بتتفرجي بليز تعالي دبي. روما ما بتجيش دبي تقريبا خالص. احنا النزول اسهل بكتير، لان زي ما انتم عارفين علشان ننزل ابو ظبي محتاجين ان احنا نعمل فحوصات وكده. فيا متحمسه النهارده نشوف هناكل ايه. متحمسه نشوف هيطلع لنا ايه. احنا المفروض دلوقتي هنشوف فطارنا هيبقى ايه. العربيه اللي قدامنا هي اللي هتحدد الفطار بتاعنا النهارده، ويا عالم هيطلع لنا اكل حلو ولا اكل مش حلو، ولا مش هيطلع لنا اكل اصلا، ممكن يطلع لنا عصير الله اعلم، ولا هيطلع لنا هو اللي هنفطر بيه. اوكي مفيش اي تغيير. انت حابه تروحي انهي ريستورانت الاول؟ تحبي تروحي تيك اواي مثلا، فاست فود، كي اف سي؟ لا فاست فود تيك اواي. يلا بينا. انا رايي نروح كي اف سي. مش عارفه جاي على بالي كي اف سي. حمله حراميه تضطر يعني تخضع للكريفنجز بتاعتك. بالظبط. احنا تهنا ساعة تقريبا، ساعة لربع. ساعة لربع. احنا ايه ده؟ انا مش قادرة اصدق. الجو وحش جدا جدا دلوقتي، عاصفة ترابية والرؤية تقريبا منعدمة قدامنا ومفيش شمس. ايه ده؟ ماي جودنس. الساعة دلوقتي كام؟ الساعة 5:10. احنا بقالنا بالظبط ساعة. تخيل ساعة. وهي بقى كل مرة تاخد اكزيت غلط. كل مرة احنا عدينا على نفس الشارع ثلاث مرات عشان I'm very busy talking to her. عمالة اتكلم معاها وناسية خالص ان انا محتاجة اركز في التليفون. دي حقيقة. الله. We made it. الحمد لله. ازي حلوين. احنا دلوقتي وصلنا على KFC. مفيش اي عربيات قدامنا. الحمد لله. نستنى ان العربيات تيجي مثلا، ولا نقول لهم هاتوا اخر اوردر وخلاص؟ اخر اوردر اللي انت شايفة نطلب منهم اخر اوردر. اخر اوردر عملوه يا خبر، مهما كان لك، حتى لو بالتليفون. حتى لو بالتليفون بس نفس آخر الكميه اوردر عندهم. نفس الكميه بالظبط. احنا وير دوينج اكزاكتلي. العربيه اللي قبلنا او الاوردر اللي قبلنا كان عامل ازاي؟ متوقع ايه؟ مش عارفه. متوقع بيج تو بيج جدا. هاي درينكس هتكون ايه؟ عايزه حاجه ساقعه فيها ليمون ونعناع. الجو وحش جدا. انا متشوقه يا جماعه. الجو وحش وتراب، وانا فاتحه الباب دلوقتي وحاسه العربيه هتحملي تراب. هلو كان اي بليز جيت ذا سيم لاست اوردر؟ do you have the receipt of the previous order? Any previous order. مش فاكره انت عملت اوردر ايه. يا نهار. جابت لنا الريسيت. طيب انا مش هشوفه. الريسيت كان طويل على فكره. الجبيت كان طويل على فكره. كان في حاجات، كان في ايتمز كتير بس ما خدتش بالي ايه اللي مكتوب خالص. عارفه انا نفسي في ايه؟ في فرايز اند دونتس. الله تبقى فريش كده. بفكر في ماكدونالدز، بفكر في ايس كريم كون. الله اللي هو السنداي ده. اسمه سنداي؟ مش بس سنداي. مش السنداي، الكون البسكوته دي. البسكوته نفسها. اخر مره لما عملته طلع لي انا واحمد. انت لحظه ولا لحظه فعلا يعني. تخيلي يطلع اوردر ضخم. العيله اربع افراد مثلا. تخيلي. يا نهار ابيض. Talk about your channel. بعمل فيديوهات عن الطيران بما ان انا مضيفه، فبحب بقى السفر وعن اللي اوفرز بتاعتي مثلا. زي لو عايز شغلكم مضيفة. ممتع جدا جدا. لا شغلنا حلو قوي. فكره ان شغلي يبقى كل يوم في بلد بحس ما عندكوش روتين. مفيش روتين. الشغل ان انت تكوني مضيفه طيران ده لا. مفيش روتين. والنهارده ممكن تكوني في فارس، بكره ممكن تكوني في اليابان. والشوبينج والاكل. انت بتاكلي اكلات انت عمرك ما اكلتيها قبل كده. ثقافات مختلفه، بتقابلي ناس جديده. صراحه اي حد يفكر حتى ان هو عايزه تكون مضيفه طيران او طيار، يعني يو جو اهيد. انت بقالك قد ايه مضيفه دلوقتي؟ 3 سنين.
ثلاث سنين يعني انت عندك اكسبيرينس قويه في في الموضوع. اول لما يعني اتخرجت كان قبل ما اتخرج اصلا اشتغلت. انا كان نفسي ابقى مضيفه الطيران في وقت من الاوقات على فكره. انا ليت لي بقى عندي فوبيا من الطيران. انا في الاول كنت بحب الطيران جدا، بحب اسافر جدا، بحب اركب طياره، بحب احساس المطار، بس ليت لي عارفه بعد الحادثه بتاعه الطياره اللي مش فاكره كانت حادثه تقريبا الطياره الماليزيه. كان في حادثه كده، كان في وقت كده ايشيا طيارة اختفت وبعد كده في طيارات اختفت وبعدين حصل بعدها كذا مشكلة كده في الطيران. جالي فوبيا. نسبة ان انت يحصل لك حوادث عربية اكتر بكتير جدا من نسبة ان انت يحصل لك حادثة بعيد شرف طيارة. تعرف عملت نادي thank you oh my goodness. يا بسمة انت تعرفي ان انا من الشخصيات حتى لو شبعانة بجوع من ال ايوه انا تمام. اوكي عايزه تفتحي تشوفي او ماي جاد لسه بدري جدا على فكره. اقول لك حاجه، نفتح ونشوف. ايوه طبعا هنفتح ونشوف. لازم اعرف حالا. وبعد كده نروح ماكدونالدز. ايه رايك؟ اول حاجه طبعا هم ادونا ايه الدرينك ده؟ اي ثينك كوك. ادونا واحده كوك. خلي بسمه تكتشفها. او ماي جاد الريحه مش طبيعيه. اي ثينك ان دي هتبقى سبايسي فرايز. وريني. انا عندي احساس. تعالي نشوف. ريجولار فرايز. بطاطس عادية. بجد اللي بيروح كيف يشتري بطاطس عادية ازاي؟ بس ما انت هتفرحي قوي. ايه بقى؟ اول ساندويتش مستي. او ماي جاد. تاني ساندويتش. ثالث ساندويتش. وات؟ بس ثلاث ساندوتشات. ده احلى حاجه في العالم. عايزين نجرب لسه حظنا مع ماكدونالدز صراحه. يا رب يطلع بيك تيستي اكسترا صوص. يا سلام. انت بتحبي ايه من ماكدونالدز؟ انا بحب البيك تيستي قوي. انا بعشق البيك تيستي. وعارفه بحب ايه برضو؟ ايه؟ الناجتس. التشيكن ناجتس. التشيكن ناجتس بتاعتهم. يوم يوم. Get the last order you made. Which one? The last order. Yeah, the one you made right before this one. Yeah, I'm sure. Thank you. اهم حاجه ان هو ما تعبش علشان يفهمني. انا حاسه خلاص من كتر ما التشالنج ده اتعمل الناس خلاص بقت تفهم اللي في الدنيا. بس هو كان اسهل من البنوته يعني. البنت اللي كانت قبليها استغربت شويه. هي ما كانتش فاكره بس جابت لي الريسيت. How much? 22. شكلها تبقى ناجتس فعلا. شكلها تبقى ناجتس. لكم ايه الاوردر 22. انا مش متفائل. بعد 22 درهم طبعا. انا اعتقد ان هو 22 درهم is not even one meal يعني حتى مش هتجيب وجبه واحده. اعتقد ان هو يا اما بيبي ميل هابي ميل يا اما هابي ميل. ممكن تبقى هابي ميل مثلا وساندوتش على السايد. ممكن. انا عندي احساس ان هي تبقى كده. انا بحب ماكدونالدز اكتر. معرفش ليه. انا طبعا ماكدونالدز اكتر. والفرايز بتاع بس نمبر 1 ماكدونالدز يعني اكيد. بس في سبب معين؟ لا مفيش. هو الاثنين حلوين لايك كي اف سي. بس كي اف سي بتطلب معايا هبات عارفه انه لايك انا نفسي في كي اف سي النهارده بس في ماكدونالدز 24 ساعه. طب اقول لك حاجه، انت بتحسي بفرق بين بيبسي وكوكا كولا؟ ايه؟ اي ثينك اي لايك بيبسي اكتر. ليه بقى؟ من غير سبب. انا بحب بيبسي. ما بحبش الكوكا كولا، بحس فيها فليفر مش حلو. اول درينك ايه ده؟ اول حاجه جت ياي كمان درينك لايف كويس. وعلى اسحب 32 بدل 22. اسحب 32 بدل 22 كده الازاز مش بيفتح. بس كده ميك سنس صح يعني كده ممكن ات ميك سنس طبعا ان 1 ميل. لانه سبيشلي ان دي لارج. شاهي هتاخد الفرايز بتاعت ماكدونالدز لان هي كانت كريفت. ايوه بالظبط بالظبط. سوري يا بسمه. لا عادي. ثانك يو. انت بقى افتحي لنا. الريحه يوم 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 يوم. مش هتصدقي. مش هتصدقي. اولا سو هوت يا جماعه سخن في الشك. بصي بقى كان نفسها في ناجتس بشكل ولسه سبايسي ماك تشيكن. بجد شكرا للي طلب الاوردر التحفه ده. معاها باربيكيو صوص. والله يا ريت بجد الاوردر معمول علشانها. والله مش قادره اصدق. الاوردر بجد معمول علشانها. يعني هو رانجوينت ايت يعني. طب انتهى خلاص. جه وقت الفطار. متحمسه.
ثانيه اطلع لك الحاجه. عايزه تبداي بايه؟ انا عايزه ابدا بالسبايسي ماتش. ماي جاد اي ام سو هانجري. حاجه في الساندوتش ده ان هو اكسترا لاتس زي ما انا بحبه بالظبط. بجد انا بحب الخس الكتير في الساندوتش. زي كتبي تحت في الكومنتس مين بيحب الخضار كتير في الساندوتش. لو انا اختي مثلا بتشيل الخضار من الساندوتش في ماكدونالدز قبل ما تاكل. تيجي تقعد جنبي. عايزه اقول لكم انتوا مش متخيلين احساسي قدامنا واحده بتعمل رياضه واحنا قاعدين. والله او ماي جاد قدامنا واحده بتعمل رياضه واحنا بتتمرن واحنا استحوذت على العربيه. بس دي بتاعتك ولا بتاعتي؟ بتاعتي. دي ايه؟ انهيلر. افتحيه بجد. شوفيه لو عجبك ابقى جنبك. ريحته نعناع. ده عباره اوكي ده انهيلر. افتكرت انا لما رحت تايلاند جبت ستيك كده. ايوه اتحط في المناخير. ابيرنتلي التايلانديين بيحبوا الموضوع ده قوي. انا الحشره دي هتجنني. اوكي طلعت الحمد لله. التايلانديين بيحبوا قوي الانهيلرز بتاعت المناخير دي، ان هم يشموا حاجات فيها نعناع وعشاب. بص من عيلتي تايلانديين فانا عشت في تايلاند طول عمري تقريبا. يعني قعدت بس حبه صغيره قوي في مصر وبعد كده نقلت في تايلاند وما زلت في تايلاند. يعني انا هنا في دبي علشان شغلي. بس بقى فكل حاجه انا بستخدمها تايلانديه. الانهيلرز وكل حاجه. اوه ماي جاد. سيما تشيكن. ياي. بعشق السبايسي. Look at that. الله. كنت دايما ناجتس؟ طبعا. سخنة؟ لسه سخنة؟ يعني دافي شوية. كان أحلى لو اتاكل طبعا سخن بس it's fine. الجوع وحش قوي يا جماعة والله. بقالي كتير قوي ما اكلتش السبايسي ماك تشيكن. كنت بحبه زمان بعد كده جات لي فيز بقيت أحب على طول البيك تيستي. حطيت الصوص. الحب كيف سي حرام. شي such a slow eater. خليني اجربها. بس لذيذه برضو شغاله. ناجت سايا هاشتاج ناجت سايا. تويستر ولا زنجر؟ في ناس بتقول عليه زنجر صح؟ زنجر صح؟ بتقول عليه زنجر ولا زنجر؟ انا بقول عليه زنجر بس. انا بقول عليه زنجر برضه. الله الله. It has bacon. That looks good. Yum. شكله؟ Yum. I'll give you half a bit. ميرسي قوي. شكله سبايسي شكله يجنن. تعالوا بقى ندوق. تحفة. تقييمك ايه لأكل كي اف سي النهارده؟ احلى من ماكدونالدز بصراحة. احلى من ماكدونالدز. ما كنتش متوقعة كده ابدا. بجد احلى من ماكدونالدز. ما احنا اشترينا ماكدونالدز بعد كي اف سي فالمفروض الماكدونالدز يبقى فريش اكتر. بيبسي كان هيقع. اخر ساندويتش هنجربه. توستر. بالظبط. Alright. انا مش من عشاق التوستر قوي. بس حلو بالنسبه لي. الزنجر احلى؟ الزنجر احلى رهيب. احلى كتير. بس كده حلوين ده كان الفيديو بتاع النهارده with شاهي. I enjoyed it so much معاكي بجد والله مبسوطه قوي ان احنا عملنا الكولابوريشن ده مع بعض. ميرسي يا بسمه. كان نفسي والله بجد نتقابل. احلى حاجه بجد ان بسمه يا جماعه اون كاميرا نفس اوف كاميرا. يعني هي من قدامكم نفس ما هي وراكم. فبصراحه دي احلى حاجه فيكي بجد. Thank you so much. I'm والله. So happy to be with you. And you're so much fun. يكون الفيديو ده عجبكم وسلاكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك اند سبسكرايب. متنسوش تخشوا تشوفوا الشانل بتاعة شاهي على اليوتيوب. هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. بحبكم قد العالم كله يا حلوين واتمنى اشوفكم في كل الفيديوهات اللي جايه. باي. Don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to care.